سعيد جدا ان انا اكون وسطيكم النهارده طبعا، وكل مره بكون متشجع جدا بجد ان انا اكون معاكم. وارجو من حضراتكم لو معانا كتبنا المقدسه نفتح مع بعض سفر اشعياء الاصحاح السادس، سفر اشعياء اصحاح 6. و سفر أشعياء الأصحاح السادس، وكلنا يمكن حافظين القراية دي يمكن، صح؟ ما أعتقدش إن في حد أول مرة يسمع عنها، لكن أنا أراها مع بعض ونصلي في قلبنا إن ربنا يدينا كلام النهاردة جديد في هذا الموضوع. سفر أشعياء أصحاح 6 ابتداء من عدد 1 لغاية عدد 9. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، الصاروفيم وكفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملأ كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي أني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا أرسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب. يمكن مشغول اليومين اللي فاتوا دول مشغول بموضوع الشهادة، ولا سيما يمكن اللي بيبص على الساحة كندا وكل العالم بيحصل شيفتنج غير عادي، ولا سيما في البلاد زي كندا وأوروبا وأمريكا. الناس كلها ابتدت تبتعد عن الله، والشيفت واضح جدا. يعني أعتقد ما فيش حد محتاج يفكر ويدرس، الناس كلها بتبتعد عن الله كتير قوي 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 قوي. وفي بلادنا للأسف اللي كانت مبنية على الكتاب المقدس ابتدت كل الناس تبعد. كلكم عارفين اللي أنا مش لازم أدخل في تفاصيل الموضوع ده، لكن أصبح لينا ككنيسة كأولاد للرب يسوع أصبح دور مهم جدا في هذه الأيام. زي ما ربنا قال للتلاميذ: انظروا الحقول مالها قد ابيضت. ما اعتقدش ان في وقت كندا محتاجانا فيه اكتر من الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. كل الناس بتبعد مين؟ بتبعد عن الله. واللي يرى القراية اللي احنا قرناها دي نلاقي حاجة غريبة، وسامحوني ان انا اقول: الله بيعلن عن احتياجه ليا وليك وليكي. وسامحوني ان انا اقول كده، يمكن لو في حد موجود وسطينا من الناس المتفلسفة في اللاهوت يقول لك: ازاي الله يعلن احتياجه؟ لكن واضحة جدا ان الله بيقول: من ارسل ومن يذهب من اجلنا. اللي بيدرس في كلمة الله نلاقي أن الله هو اللي بيعمل كل حاجة، بس في محبته وتواضعه وبيحب كده يجبر بخاطرنا، بيحب أنه هو يعمل الأعمال العظيمة بمشاركتنا معه. يعني احنا ما بنعملش حاجة، لكن هو في محبته عايز يعمل أعمال عظيمة، بس عايز حضرتك وحضرتك وعايزني أنا أن احنا نكون منا مشتركين في العمل العظيم، عشان بعد كده يقول: أنت أنا فخور بيك، فخور بيك أن أنت عملت هذا العمل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا: هل نحن
مستعدين على إجابة هذا السؤال لما الرب بيسألنا من أرسل ومن يذهب من أجلنا. هنا دي النقطة المهمة جدا. أشعياء ما أعتقدش أنه هو بسهولة جدا أجاب على هذا السؤال، لكن هنشوف أنه هو عدى في اختبار كبير جدا في هذا الأصحاح اللي بيقدر في نهايته أو في النص لما الرب بيقول من أرسل، قال له إيه؟ ها أنا ذا أرسل. عايز أقول مرة تانية قبل ما ابتدي الوعظة، للأسف الشديد مش كلنا نقدر نقول، ممكن نقول بشفتين بشفتينا إن إحنا ها أنا ذا أرسلني، لكن هناك شروط مهمة جدا للشخص اللي الرب بيستخدمه واللي الرب ممكن يرسله. والنهاردة أنا مشغول بحاجة واحدة بس الحقيقة، إني بعنوان أقوله، العنوان الرئيسي هو إنك أنت لابد أن ترى الله قبل أن تشهد عنه. والموضوع مش محتاج فلسفة الحقيقة. لو حد من حضراتكم أخذ للشهادة في محكمة علشان يشهد عن حاجة لازم يكون إيه؟ يكون شافها. ما أعتقدش إن القاضي لو سأل واحد أنت شفت إيه؟ يقول له أنا الحقيقة ما شفتش، أنا قالوا لي أنا سمعت الموضوع الفلاني. القاضي مش هيفكر في الشهادة بتاعته على الإطلاق، صح؟ الحقيقة صدقونا يا جماعة، إحنا مرات كتير أوي كمؤمنين بنطلع أو بنطلع نفسنا للخدمة برة وبنحاول نشهد وتبقى شهادتنا غير صالحة. ليه؟ لأن إحنا رايحين نشهد لإله إحنا ما شفناهوش. إحنا سهل جدا إن إحنا نسمع عنه، بنكلم الناس عنه كتير أوي، لكن إحنا ما شفناهوش. لكن الرب النهاردة عايز يقول لك إن رؤيتي حتمية، علشان الرب يدي لك الترخيص أو يختم لك على الشهادة بتاعتك إنك أنت تطلع وتشهد عنه. وده اللي شافه وده اللي حصل في موضوع مين؟ موضوع أشعياء. لكن السؤال اللي أنا عايز أسأل حضراتكم فيه في الأول، هل ممكن نرى الله؟ إيه رأيكم؟ هل ممكن فعلا نشوف ربنا؟ إيه رأيكم؟ أنا عايز إجابات. شريف ممكن نشوف إزاي؟ شريف إزاي ممكن نشوف ربنا؟ يعني هنا بيقول إن أنت يعني زي ما قلت إن رؤية الله حتمية للشهادة عنه. إيه رأيك؟ شوف كلمته. برافو. في حاجة تانية؟ في أعماله؟ في أعماله؟ مجد. ممتاز ممتاز، كلام جميل جدا، انا متفق معاكم فيه. لكن عشان نفهم النقطه دي يا جماعه، مشغول بايه نطلعها لو حد طلعها. اسحاق انا عايز اقول حاجه، اتفضل اسحاق. ما ينفعش يشوف الا لما اقعد معاه الاول. برافو. طب مين يقدر يطلع لنا انجيل يوحنا 16:16؟ سهله جدا، ويمكن احنا قرناها قبل كده، ايه جميله جدا بس فيها فلسفه الحقيقه. لو بصينا عليها فيها فلسفه. الفكرة في كراسي قدام كتير جدا، اللي عايز يقعد اتفضلوا. اللي طلعها يقول اسحاق انت شكلك طلعتها، بس عايزك تقراها بشويش. الله يخليك اسحاق، وبصوت عالي علشان الناس تسمع. انجيل يوحنا 16 او عدد 16. ملاحظين ان فيها حاجه غريبه؟ هقولها بطريقه تانية. بيقولهم ايه؟ بيقول التلاميذ بعد قليل لا تبصرونني لان انا مش هيشوفوني، ثم بعد قليل ايضا ايه؟ يا ريت ما ينشغلش بلو حد جه، يعني ناس كتيره تيجي دلوقتي بس ما ننشغلش، بنركز مع بعض لان هسال بعد كده. مكتوب ايه عندكم؟ بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا ايه؟ المفروض بعد كده يقول ايه؟ لاني اتي إليكم. مكتوب هنا يعني حاجة غريبة لو واحد فكر فيها، يعني إيه بعد قليل تبصرون ثم بعد قليل هتشافوني؟ مش لأن أنا جاي لكم، لا، لأن أنا إيه؟ طب ليه قال الكلام دوت؟ لأن هو لما قال لهم إن أنا خير ليكم إن أنا أنطلق. ليه؟ لأن أنا لما أنطلق إيه اللي يحصل؟ هبعت لكم الروح القدس اللي هو هيقول لكم. فإحنا يبقى بسهولة جداً، طبعا الكلام اللي قلتوه حضراتكم كله تمام وبيخضع للنقطه ديت، ان احنا لما الله بيرسل الروح القدس جوانا هنقدر نشوفه. فكل واحد من المؤمنين
ما عندوش اي اكسكيوز ان هو ما يشوفش الله، ان احنا ممكن نشوفه. مش لازم تكون ان انا اشوف الله بان انا اشوفه بالعين المجرده، وممكن يحصل، ممكن ربنا يعملها، وربنا بيعملها كتير جدا، صح؟ بس اعتقد ان ممكن يكون حاجه تخوف، او لو تخيل كده لو ربنا طب عليك فجاه اكيد الموضوع بيبقى صعب يعني، مش كده؟ لكن ربنا هنا بيقول لك ان انتوا هتشوفوني، او بعد قليل تبصرون ثم بعد قليل ايضا ترونني، لان انا ذاهب الى الاب، لان انا هرسل لكم الروح المعزي اللي انتم من خلاله هتقدروا ايه تشوفوني. وطبعا اعتقد ده تطبيق للكلام اللي حضراتكم قلتوا، التطبيقات ان انا هشوفه من خلال ان انا اشوفه في كلامه، من خلال الروح القدس بيوضح لي الكلام، او واتيفر انتوا الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه. فهو النقطه اللي انا مصر فيها والرب عايز يقولها لنا ان هو ايه، ان احنا لابد ان نرى الله قبل ان تذهب لكي تشهد عنه. مش فارقه معايا ايه الطريقه اللي انت تشوف فيها ربنا، لكن لازم تراه، ولازم يكون ليك اختبار علشان تعرف تحكي للناس عنه، صح؟ اعتقد مفيش ابسط من كده. بنضحك على نفسنا يا جماعه، احنا بنضحك على نفسنا لما نفكر نطلع للشهاده ونطلع نخدم ربنا واحنا ولا شفناه ولا قعدنا معاه ولا اتمتعنا بيه، وكل اللي بنعرفه هو عباره عن حكايات سمعناها من الناس او سمعناها من الوعظ. ليه يا جماعه الموضوع ده، ليه الموضوع ده مهم جدا؟ لان لما بتشوف الله بتتغير كل حياتك، لانك بعد ما تشوف الله تقدر تشوف نفسك. ولما انا بشوف الله زي ما شافه هنا اشعياء، شافه ايه؟ كان شكله ايه الله لما شافه؟ قدوس، مش كده؟ وبعد ما شاف الله في قداسته على طول شاف نفسه، فاكتشف ان هو ايه؟ نجس. انا هقول الكلام دوت بالتفصيل بعد كده. فالنقطة الاولى يعني انا هتكلم في ثلاث نقاط. المحور الاساسي هو حتمية رؤية الله علشان نطلع نشهد، والنقاط الثلاثة بسرعة كده، ان انا لما لازم اشوفه، لان لما اشوفه اشوف ان هو قدوس، ولما بشوفه بقدر اشوف نفسي، بعرف ان انا خاطي وبعرف ان انا نجس، وساعتها بعرف ان انا محتاج له قوي، ومحتاج لنعمته ان هو يجي يغير حياتي. ماشي، انا كده ممكن امشي خلاص، بس نكمل لان لسه في شويه وقت. شكرا. طيب النقطه الاولانيه مكتوبه في سنه وفاه عزية الملك رايت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع. حسب السؤال اللي موجود هنا، اين راى اشعياء الله؟ رب مش لازم نحكي، موجود هنا قدامنا. رب اشعياء شاف ربنا فين؟ انا ما اقولش متى، طبعا انتوا ناس اجانب، لا اقول لكم بالانجلش بقى. انا قلت وير، فين؟ فين؟ في الهيكل. ركزوا معايا. طيب الهيكل راح لاشعياء ولا اشعياء هو اللي راح للهيكل؟ اقول لك ايه السؤال الغبي ده، معلش. بس انا بسال السؤال ده ليه؟ انا عايزك تعرف انك انت عشان تشوفه لازم انت تاخد اكشن، لازم انت تتحرك. فاشعياء عايز يشوف الله، عايز ان يختبر الاختبار دوت، فهو راح للهيكل. فدي نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها. السؤال اللي انت جاوبتوه في الاول، متى راى اشعياء الله؟ فين؟ برافو، ايه ده مذاكرين في سنه. طب ايه الفكره يا جماعه، ايه اللينك بين في سنه وفاه عزية الملك اوكي رايت السيد؟ الحقيقه مفسرين العهد القديم قالوا حاجتين. الحاجه الاولانيه يمكن معروفه من زمان، واللي يدرس في كلمه ربنا يلاقي ان كان اشعياء صديق شخصي لعزية الملك، اللي يقعد يعرف اخبار الايام وهنشوف بعد شويه، كان صديق شخصي ليه، وكان ليه علاقه كبيره جدا بين اشعياء وبين عزية الملك. وزي ما بيقولوا انك انت بتبقى معتمد قوي على واحد كبير، او تخيلوا الملك بقى انت صاحبه، فساعتها بقى بتبقى معتمد عليه اعتماد كل، مش فارق معاك اي حاجه تاني. لكن لما بينسحب منك الحاجه اللي انت بتعتمد عليها، مش ده اللي بيحصل في حياتنا؟ ساعتها بقى بتبتدي بقى ايه تشوف، انا فعلا مفيش عزية الملك اللي كنت مستند عليه، فشاف ساعتها مين؟ السيد الرب. يمكن دي كتير قوي من الوعاظ وعظوا عنها، لكن في وعاظ تاني او في ناس شرح تاني قالوا ان في نقطة مهمة جدا بين عزية الملك وبين الهيكل ده.
دي نقراها فين يا جماعة؟ نقراها في سفر أخبار الأيام أصحاح 26. معلش أنا بتعبكم معايا، بس أنا بحب إن احنا إيه يعني مع بعض كده الكام دقيقة اللي أنتوا بتدهمني عشان محدش يطلبني إن أنا أجي تاني عشان بتعبكم كل مرة. في أخبار الأيام التانية، سوري، شوف الناس اللي فاهمة بقى إيه ده، برافو يا طنط. أخبار الأيام التانية عدد أصحاح 16. لما تروح البيت بور الأصحاح دوت، بس أنا عايز أقول بسرعة، اللي يقرا عن عزية الملك يلاقي حاجة غريبة جدا. عزية الملك، أسألكم سؤال، كان مؤمن ولا مش مؤمن باي ذا واي؟ كان مؤمن ولا مش مؤمن قبل ما تقرا؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن، مش كده؟ مكتوب إيه؟ وعمل في عدد 4، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل، ده بابا اللي هو أمصيا، مش كده؟ وفي أيام طلب الرب إيه؟ أنجحه الله. اللي يدرس عن عزية الملك يلاقي إن هو من أطول الملوك اللي قعدوا في الملك. قعد كام سنة؟ موجودة في عدد 3، ملك كام؟ 52 سنة. هو مش أكتر واحد ملك، لكن لأن في واحد بعد كده هو ملك 55 سنة، بس مش وقتنا إن احنا ندخل في الدراسات دي، لكن هو من أعظم الملوك اللي، أو من أطول الملوك اللي قعدوا. واللي يقرأ عنه يلاقي إن هو كان شخص عظيم جدا. عمل المستقيم في عيني الرب، كان مخترع، يعني اللي يقعد يرى مخترع، من أول الناس اللي اخترعت يمكن في عدد 15، وعمل في أورشليم منجينيقات اختراع مخترعين إن تكون على الأبراج اللي يرموا بيها الأسهم وحاجات زي كده. كان شاطر جدا في الزراعة، وعمل حاجات كتير وبنى مدن عظيمة، والرب أنجحه بطريقة غير عادية. لكن جت في نقطة في عدد 16، دي نقطة تقرير خطير جدا. بيقول ايه في عدد 16؟ ولما تشدد بعد ما ربنا ساعده وكبره ووصل لحاجة كبيرة، عدد 16، ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه. عمل ايه؟ ايه اللي عمله؟ دخل الهيكل ودخل القدس اللي المفروض مين بس يكونوا موجودين فيه؟ الكهنة. وراح جاب مجمرة وحط فيها بخور وابتدى يعمل ايه؟ يبخر. ايه الخطورة في النقطة دي يا جماعة؟ ايه المشكلة في الموضوع دوت؟ دي مش شغلته، دي مش شغلته. ومش كده وبس، انه ممنوع ان حد يجمع بين وظيفة الملك والكاهن الا واحد بس، اللي هو مين؟ مين اللي هو كاهن وملك في نفس الوقت؟ رب يسوع. كل اللي دخل رئيس الكهنة ومعاه 80 واحد من الكهنة وقالوا له ايه يا عزية اللي بتعمله ده؟ انت اللي بتعمله ده موضوع خطير جدا، لازم ترجع وتمشي بسرعة. ما ينفعش ان انت تاخد شغلة غيرك. ما ينفعش ان انت تعجبك شغلة زميلك او شغلة في الكنيسة. هو ربنا قال لك تعمل كده، اعمل بس كده. ما ينفعش انك انت الرب يشكر ربنا ان انت ربنا خلاك ملك، مش ممكن تبقى كاهن. لكن ايه اللي حصل؟ ان هو ايه، سمع الكلام؟ بالعكس، ده هو اتضايق منهم اكتر. ومكتوب ايه في عدد 19؟ فحنق عزية، يعني حنق على رئيس الكهنة، ومكتوب كده وعند حنقية على الكهنة ايه اللي حصل؟ الرب عمل ايه؟ خرج برس وضربه فين؟ ودي اكتر حتة هنا الراس بتشير الكبرياء. ربنا راح ضربه، عزية انت خلاص انتهيت لانك انت تكبرت في حياتك الروحية. والحاجة الغريبة في عدد 21، هذا الشخص العظيم عزية نلاقي ان مكتوب عنه التقرير النهائي، وكان عزية الملك ابرص الى يوم وفاته، وقام في بيت المرض ابرص لانه قطع من بيت الرب. ايه اللي الرب عايز يقوله هنا؟ على فكره ده نفس الهيكل اللي اشعياء شاف فيه السيد الرب، وعشان كده الشراح بيقولوا هو ده اللينك بين في سنه وفاه عزية الملك رأيت السيد، لأن الرب عايز يقول له يا أشعياء، قبل ما أنت تشوفني وقبل ما تتسرع وتقول ها أنا ذا أرسلني،
خلي بالك لأن ابن حبيب برضو عزية عمل إيه؟ أهان مقدساتي. ودي النقطة المهمة جدا الرب عايز يقول لك ويقول النهاردة، أوعى تهين مقدسات الله، لأن الله بيغير جدا إن هو يكون نمبر واحد في الكنيسة. الله بيحب إن هو الله قدوس، وعشان كده بعد كده سمع على طول أشعياء إن هو إيه صرفيه بعدين يقولوا إيه قدوس قدوس قدوس. لا تستهين بمقدسات الله، لأن ربنا ما بيرحمش حتى أولاده في النقطة دي. الحقيقة يا جماعة موضوع في قمة الخطورة، في موضوع في قمة الخطورة إن احنا نخلي بالنا وإحنا بنخدم ربنا لازم نكون مقدسين. ليه شهادتنا شهادة تعبانة؟ مش عارفين نشهد للناس، مش عارفين نوصل رسالة ربنا للناس برا، لأن حياتنا مش مقدسة. والله ما بيقبلش في النقطة دي أي فصال يا جماعة، ما فيش أي كومبرومايز، ربنا ما بيعملش كومبرومايزنج في النقطة دي. لو أنت عايز الرب يستخدمك وعايزك أنك أنت تشهد عنه ويستخدمك بكل أمانة، لازم تكون حياتك حياة مقدسة ملهاش حل تاني. ده الكلام اللي قاله أشعياء، وبعد كده كمان بعد يمكن أكتر من 700 سنة قالها مرة تاني بولس، بيقول القداسة التي بدونها إيه؟ لن يرى أحد الرب. مش عايز أطول في النقطة دي، لكن لما تشوف الله قدوس وتشوف القداسة بتاعة الله وتشوف أنه بيغير على مقدساته وبيغير أنك أنت تتدخل في حاجات ربنا مش عايزك تتدخل فيها، مش شغلتك. يعني فعلا أنا مرات بتكلم عن نفسي يا جماعة، أنا مش شغلتي أن فلان يكبر ولا ربنا يستخدمه ولا ربنا، مش شغلتي. It is not my business أن فلان يبقى كذا وأنا أبقى كذا، مش شغلتي ان ربنا يستخدم فلان. يقول لك ده ازاي بيطلع يوظف ما حد ما يعرفش يتكلم، انت مالك انت؟ مش شغلتك، ربنا مش عايزك تتدخل في شؤون التاني. انت ربنا ادالك النقطه ديت، ادالك الخدمه ديت، حافظ عليها، عيش حياتك حياه القداسه، الرب يستخدمك فيها. مالكش دعوه ان يدور يطرع يرنم. انا عارف طبعا لو رنمت كلكم هتطلعوا بره الاجتماع لان صوت وحش جدا، بس انت مالك؟ مالكش دعوه. It is not my business. دي نقطة مهمة جدا. مرات كتير قوي الشيطان بيوقعنا في الخطية أو يوقعنا في نقطة مهمة جدا، وإحنا بنخدم مع بعض أنا أحس أنا ده أنا كل حاجة. عزية اتبهدل لأنه شاف نفسه في الآخر، والتقرير زي ما قلت في الآخر إن هو إيه قعد، الكتاب بيقول لك إيه، لغاية لما مات أبرص ملهوش قيمة في المجتمع. ممكن ربنا يعمل معايا كده؟ ممكن ربنا يعمل معايا كده، ممكن يعمل معاكم؟ ممكن ربنا يعمل معاكم، لأن الله قدوس. لكن النقطة الثانية بعد كده، لما تشوف الله في قداسته إيه اللي بيحصل؟ تبص على نفسك. أشعياء ما كانش يقدر يشوف نفسه قبل ما يشوف الله أنه هو قدوس. اللي يقعد يمكن المفسرين في العهد القديم، أصعب خمس أصحاحات في التفسيرات بتاعة العهد القديم الخمس أصحاحات الأولى من سفر أشعياء. اللي بيدرس أصعب خمس أصحاحات لغاية دلوقتي علماء اللاهوت مش قادرين يفهموا مرات كتير قوي كلام كان بيقول أشعياء. أكتر من خمس مرات أو خمس مرات بالظبط أشعياء كل شوية يقول إيه؟ ويلوا للشعب، ويلوا للشعب، ويلوا للشعب. هو مش شايف نفسه، هو شايف إن هو ولد زي الفل، لكن الناس هي الوحشة. لكن لما بتشوف ربنا بقى وربنا بيوضح لك صورته، أول حاجة بتشوفها بتشوف إيه؟ نفسك. ودي نقطة في قمة الأهمية جدا، لأن لما بنشوف نفسنا يا جماعة بنعرف إن إحنا في مصيبة جوانا، زي ما هنشوف بعد كده. أشعياء شاف إنه في مصيبة جوانا. وموضوع إن الواحد يشوف نفسه دي موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا يا جماعة، لأن مرات كتير قوي تقعد مع ناس يقعد يحكوا لك في كل حاجة وهو ما يعرفش أي حاجة عن نفسه. مرة قريت
عن سقراط، كلنا نعرف سقراط مش كده؟ يعني ما نعرفوش شخصيا بس سمعنا عنه مش كده؟ واللي قرا عنه. سقراط من مؤسسين الفلسفه في العالم. قريت عنه حاجه غريبه قوي، ان سقراط ما كانش ما درسش الفلك خالص، والتلاميذ بتوعه جم قالوا له يعني معقوله فيلسوف بالقوه بتاعتك دي والامكانيات دي ما تدرس الفلك؟ قال كلمة أنا كتبتها عايز أقراها بالظبط. قال إيه؟ قال لهم إنها حماقة، قال لتلاميذه اللي بيتعلموا على إيديه، إنها أرفع رأسي إلى السماء لأفهم ما يدور في الأفلاك وأنا بعد لم أفهم نفسي. ده مين اللي قال كده؟ لا أقول بصوت عالي. طبعا لو أي واحد مننا، إحنا فلاسفة طبعا في نفسنا مش كده؟ ما فيش واحد يعني مش ممكن، لكن واحد بهذه العبقرية قال إيه؟ إن أنا من الحماق أنا لغاية دلوقتي مش شيء، مش عارف أنا جواي إيه، مش فاهم أنا جواي إيه. ودي النقطة يا جماعة المهمة جدا، المؤمن اللي الرب عايز يستخدمه لما يقعد مع ربنا ويشوف القداسة بتاعته، بعدها على طول يبتدي يشوف نفسه هو. أشوف أنا نفسي إيه في الأول قبل ما أشوف اللي جنبي، اوكي؟ وريت كل واحد فعلا ياخدها النهارده بيرسونال، مش واحد يقول لك الوعظه دي اللي جنب نو، دي ليا انا ولحضرتك ولحضرتك ولكلنا ولكلنا. فساعتها لما شاف ربنا وشاف نور الله، ابتدى ربنا ينور جواه، وابتدى يعرف ان هو ايه، ان هو ايه نجس. الحقيقه يعني وانا بحضر الخدمه ديت من فتره، انا قد ايه انزعجت جدا، بتكلم بكل امانه، لما واحد زي اشعياء بعظمته لما شاف الله وربنا وضح له شخصيته، وضح له نفسه، وضح له في التقرير ان هو ايه نجس الشفتين. كانت ايه شغله اشعياء باي ذا واي؟ ايه الشغله بتاعت اشعياء؟ والنبي بيعمل ايه؟ بس بيتكلم. يعني هو كان الجوب بتاعته الأساسية، مش الأساسية، كل حاجة، بس بيوعظ للناس. أشعياء بجلالة قدره في محضر الله لما شاف الله القدير القدوس، اكتشف إن هو إيه؟ نجس. إيه؟ نجس الشفتين. الموضوع ده يا جماعة بيخضني جدا. ما أسهل يمكن مرات كتير قوي بنحب نطلع نوعظ هنا ونتكلم، ولو ما حدش طلعنا نوعظ نوعظ زعلانين مش كده؟ معرفش انا بس اللي بيحصل معي كده ولا حضراتكم يعني، لكن الموضوع في قمه الخطوره يا جماعه. اشعياء في محضر الله اكتشف ان هو ان الخدمه بتاعته نجسه. قال ويل لي، ليه؟ لأني هلكت. ليه؟ لأني نجس الشفتين. يعني الخدمة بتاعتي اللي هي الأساسية الوحيدة اللي أنا بخدم فيها في محضر الله هي عبارة عن نجاسة. أروح فين أنا؟ أنا بتكلم عن نفسي، أروح فين لما أجي أقارن نفسي بأشعياء؟ وإحنا سهل جدا نطلع نجري على المنبر هنا ونقعد نتكلم ونوعظ الناس ونتكلم وإحنا واو واو. أشعياء ماله؟ اكتشف في محضر الله أنه هو نجس، نجس شفتين. حاجة اللي برضو مشغول بيها، طب إيه اللي راح قال أن أنا نجس الشفتين ومال وإيه كمان؟ وساكن وسط إيه؟ شعب نجس الشفتين. طب إيه نجاسة الشعب يا جماعة؟ يعني فهمنا أنه هو النجاسة بتاعته أو النجاسة بتاعته في الخدمة بتاعته، نجاسة في الخدمة مش كده؟ طب ايه نجاسة الشعب؟ في حد عنده اقتراحات علشان حاسس ان انتوا نمت مني؟ طيب علشان نعرفها دي ونوراها، نفتح مع بعض اشعياء 29، وياريت لو حد يطلعها. اشعياء 29 عدد 13 هنفهم كلمة نجاسة الشعب. اشعياء 29 13، لو حد طلعها يقراها لنا بصوت عالي. اي واحد صوته عالي كده جميل يقراها لنا.
معلمة. برافو. ايه النجاسة يا جماعة بتاعت الشعب دي؟ نجاسة في العبادة. مش عايز الناس اللي مش بتوعظ تقول لك اه الحمد لله دي الخدمة النهاردة على الناس اللي بتوعظ واحنا فلة شمعة منورة قاعدين مفيش مشاكل ونزلنا. لا، أول حاجة زي ما قلت شاف نفسه إن هو نجس الشفتين، وعرفنا النجاسة اللي هي نجاسة في العبادة، سوري نجاسة في الخدمة. لكن نجاسة الشعب نجاسة فين؟ في العبادة. ربنا بيبص على جوه على طول. احنا ممكن نمثل على بعض مش كده؟ ممكن اجي ابتسم ونحضن بعض وحاجه جميله جدا، ها؟ وممكن ناس تفتكر اه يقول لك اه ده ادوارد ده ممتاز قوي، وهم ما يعرفنيش ان انا وحش خالص. لكن الله بيدخل جوه عارف. عشان كده بيقول لهم ان الشعب ده مشكلته ايه؟ ان هو ان هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفتيه. اللي اي واحد يبص يقول لك مفيش احلى من الكنيسه دي، لكن ربنا مش بيبص على الشفتين خالص. ربنا بيبص على القلب، فين القلب بتاعك انت فين؟ واما قلبه فايه؟ فابعده عني. نجاسه الشعب نجاسه في العباده، مش كده بس، وصارت مخافتهم مني وصيه الناس معلمه. يعني يعني هم بيخافوني، بيخافوا مني لانهم الناس قالوا لهم ان ربنا دوت يعني ايه علشان ما يزعلش منك خاف منه خلاص. زي ما في ديانات تانية ماشيين بالطريقه دي، انت ربنا دوت يعني يكفينا شره، انت تعمل ايه تخاف منه؟ ربنا ما بيحبش كده. يعني الواحد يقعد يبص عليه طب ما هم بيخافوك يا رب. لا لا، ربنا عايزك ان انت تخافه، مش لان انت خايف منه. عايزك انت تكون بتخافه، هو بتحبه، بتخافه لانك بتحبه. ما بتعملش الغلط لانك انت مش خايف من العقاب، لانك انت مش عايز تزعله. في فرق كبير جدا، ودي المهمه جدا. بيقول وصارت مخافتهم مني ملا وصيه الناس معلمه، لان هم علموهم ان دي وصيه انك تعملوا ايه؟ تخافوا من ربنا. ربنا بيفرق معاه قوي حتى طريقه العباده، طريقه التفكير، قلبنا بيفكر ازاي. وبالتالي لما ربنا انار لاشعياء وشاف الرؤيا وشاف السيد، اكتشف ان هو طريقه خدمته غلط، وشاف ان هو حتى الطريق الشعب اللي هو معاه غلط، وهم كلهم غلط في غلط. طب لو قعدنا ولو لو لو القصه انتهت على كده كانت تبقى مصيبه كبيره، مش كده؟ لكن الحاجه الجميله انا خلاص قربت اخلص. الحاجه الجميله بعد ما صرخ اشعياء وقال ويل لي اني لان ايه هلكت، ايه اللي حصل ايه اللي موجود عندك، ايه اللي احنا قرناها في ايه في عدد 6؟ بيقول لان عناية قد رأت الرب جنود في عدد 6. في ايه اللي حصل؟ فطار الي واحد من السرافيم وبيده جمره قد اخذها بملقط من على المذبح وعمل ايه؟ ومس بها فمي. واحد من ضمن الوعاظ الحقيقه سمعت منه الحته دي وبحب اشارككم فيها، عمل مقارنه بين لما حضرتك تعمل غلط وتعترف بيه ربنا، وبين لما ربنا يكون جاي يعمل يدين. فقال ايه؟ قال لما اشعياء عرف انه غلطان وراح قال ربنا انا خلاص هلكت ومحتاج لنعمتك، ايه اللي حصل طار. يعني خلي بالنا للكلمات، ساعات مرات كتيره مش بناخد بالنا من الكلام، بس حتى الترجمه الحرفيه جميله جدا. فايه اللي حصل؟ فطار. يعني متهيألي كده هوت الصرافيم ده كان بيعمل ايه في الوقت ده؟ بيسبح مين؟ ربنا، مش كده؟ انا حاسس ان ربنا قال له سيبني دلوقتي واطلع اجري طير علشان تعمل ايه؟ تقدس مين؟ اشعياء. الراجل دوت بيتكلم بيقول لما تعمل مقارنه بين دي وفي سفر التكوين لما ادم وحواء اخطاوا وربنا جاي علشان يدينهم، حد فاكر كان مكتوب ايه؟ وسمع صوت، حد فاكر ماله؟ ماشيا. وقال التعبير دوت انا عجبني جدا، قال لما الله يجي دين بيجي ماشي، يبقى حتى مش عايز ياخد اكشن بسرعه، بس لما ربنا يجي يطهر، لما واحد يقول يا رب انا خاطي طهرني، اللي بيحصل؟ بيطير. فرقت معايا قوي فعلا وحبيت اشارككم فيها، ان حتى في الكلمات يطير لو انت فعلا مجرد ان انت تقول له. ودي حصلت زمان في القصة الجميلة اللي ربنا قالها، قصة الابن الضال. فاكرين الابن الضال أبوه ده كان إيه؟ كان عمدة، مش كده؟ حاجة كبيرة قوي بجد، كان حاجة كبيرة.
ولكن لكن ايه اللي حصل لما شاف ابنه جاي من بعيد وريحته كلها خنازير وريحته هدومه كلها حتى ما يقدرش حد يبص فيها، طلع يجري، ما كانش فارق معاه الناس تقول عليه، وقع على عنقه وايه وقبله. يمكن في بعض الترجمات الاجنبي ان هو يعني كلمه وقع على عنقه وقبله ان هو يعني قعد يبوسه ويبوسه في كل حته في جسمه، يعني غمروا بقبلات غير عادية. هو ده الرب اللي بيعمله معانا، ودي الحاجة الجميلة يا جماعة، إن حتى لو كان الرب النهاردة لمس قلبك ولمس قلبك في حاجة أنت شايفة إن أنت مش مقدسة فيها، الحاجة الجميلة إن الرب بيقول لك إنه هناك فرصة، أنا عايز أقدسك، أنا عايز أستخدمك، انا عايزك تشوفني، لان عايزك انت. ربنا صدقونا يا جماعه ما جبناش كندا، يمكن كل مره بطلع عاوز بقول نفس الكلام، حلو جدا ان احنا ننجح في شغلنا، وحلو جدا ان احنا نكبر، وحلو جدا يبقى عندنا بيوت، وحلو جدا ان اولادنا ينجحوا، بس الهدف الاساسي اللي الرب جابك هنا ليه مش بس كده، مش بس ان هو تو يعني امبروف يور كواليتي اوف لايف، ودي مش بقول ان وحشه ولا غلط، نو بس الرب عايز يستخدمك. رب بيعلن احتياجه ليك وليك النهاردة، بيقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا. هل أنت فعلا على استعداد دلوقتي تقول يا رب ها أنا ذا أرسلني؟ هل أنت فعلا مستعد؟ هل أنت مستعد تقول كده ولا لا؟ عشان كده أنا عايز أقضي 5 دقايق مع بعض، نغمض عينينا. أنا خلصت، بس الرب فعلا قدوس يا جماعة، الرب قدوس، ومش ينفع يستخدمك وفي حاجات مش مزبطة في حياتك، مش ينفع يستخدمني وفي حاجات مش مزبطة في حياتي. بس الحاجة الجميلة ان ربنا النهاردة بيقول لك ان انا على استعداد ان انا اطير علشانك، بس انت قول لي ان انت عايزني اغير حياتك. يا جماعه ربنا بيحترم حريتنا حتى بعد الايمان، حتى بعد الخلاص. انا اتعلمت الدرس ده، حتى بعد الخلاص لو انت ما شاورتش لربنا، ربنا بيشاور لك على حاجات، بس لو انت ما اقتنعتش ان الحاجه دي عايز ربنا يغيرها جواك مش هيغيرها، وهتقعد زي ما انت. عشان كده لو الرب النهاردة لمسك ولمسك في نقطة معينة، قول له ما ضيعش الوقت ده يا جماعة، صدقوني أهم 3-4 دقايق دولة أنا مش فارق معايا الوعظة كلها، مش فارق النقاط اللي اتقالت، لكن لو الرب لمسك في نقطة معينة قول له يا رب أنا عايزك أنك كنت تقدس النقطة دي يا رب في حياتي، أنا مش عجباني النجاسة دي في حياتي يا رب، أنا مش مبسوط بالحاجة اللي أنا بعملها دي، انا بتدخل في شؤون ناس تانية انا المفروض ما اتدخلش، ماليش دعوه بيهم، ماليش دعوه بخدمتهم. لو الرب شايف في حاجه ايديك مش مقدسه، رجليك مش مقدسه، قلبك مش طاهر قدامه وشاور لك على حاجه، قول له يا رب انا مش عايز اخرج من المكان النهارده الا لما انت تمس شفتي، تمس قلبي، تمس ايديا، تمس رجليا، تمس تفكيري. يا رب بنضع تأثيرات هذه الكلمة بين يديك يا رب، لا تسمح إن تكون في يوم من الأيام سبب دينونة علينا، لكن بصلي من كل قلبي يا رب عن نفسي وعن إخواتي وأخواتي يا رب، إن احنا نفحص أنفسنا أمامك يا رب، وإن احنا نراك، لما نشوفك يا رب ساعتها نعرف حقيقة أنفسنا قد إيه احنا ضايعين. والحاجة الجميلة يا رب ان لما بنكتشف انفسنا وضياعها ونجاستها وعدم امانتها، الحاجة الجميلة ان انت يا رب فاتح ذراعيك لكل واحد مننا، وعلى استعداد انك تطير علشان تنقي وتقدس وتطهر حياتنا حتى تكون مرضية امامك يا سيد. يا رب وصل انك تحفظ تأثيرات هذه الكلمة في حياتنا وفي قلبنا، في اسم يسوع ولك كل المجد. Amen.